مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة كل عام، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام، ونحن نشهد أن عيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله وأنه عبده وكلمته إلى مريم وروح منه، وأنه لم يولد لا في ديسمبر ولا في يناير ولا في فصل الشتاء بنص القرآن والإنجيل، وأنه ما مات وما قتل وما صلب، وأنه سينزل في آخر الزمان كما في صحيح السنة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه المسلمون ويفيض المال في وقته وتأمن البلاد ويسلم الناس كلهم، فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث ثم يموت، ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه كل عام، ونحن نشهد أن الله فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد كل عام، ونحن نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يهنئ النصارى ولا اليهود بأعيادهم وأنه أمر بمخالفتهم كل عام، وديننا يأمرنا بالبر والإحسان والمعاملة الحسنة لغير المسلمين، وأن نشاركهم في مناسباتهم الاجتماعية دون الدينية مثل الزواج والولادة والطلاق والموت والمرض والنجاح كل عام. ديننا يحرم علينا أن نعتدي على غير المسلم أو نظلمه أو نبخسه حقه أو نحتقره أو نهينه أو نوجه إليه أي إساءة لأنه على غير ديننا كل عام، ونحن ندين لله تعالى وأن الولاء والمحبة والنصرة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين، وأن البراء والبغض والعداوة للكافرين على اختلاف شرائعهم كل عام، ونحن نشهد ونعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كل عام، ونحن ندعو في كل ركعة من صلاتنا في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين يعني النصارى كل عام، ونحن نبرأ إلى الله سبحانه من كل من يعادي أولياء ويوالي أعداءه ويستحل الدماء والأعراض، هذا ديننا وتلك عقيدتنا التي نعلنها ولا نخجل منها، وندعو الله برحمته أن يحيينا عليها ويقبضنا عليها ويحشرنا عليها.